أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. نماذج الأسر المنتجة أصبحت حاليا كثيرة وناجحة. خلينا مشاهدي الكرام نتابع هذا التقرير عن معرض الأسر المنتجة الخامس اللي انطلق يوم أمس في جدة. خلينا نشوف سوا. دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة النسخة الخامسة للملتقى الوطني للأسر المنتجة، وضم ما يقارب 600 أسرة منتجة، والذي يهدف إلى تنمية كوادر الأسر المنتجة وإدماج إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني. النسخة الخامسة في نظري وفي نظر كثير اللي جو زاروا المعرض اليوم من مسؤولين والناس عاديين، إنه منتجات الأسر المنتجة وصلت إلى حد الكمال. الآن تطلعاتنا أكبر، لم نعد يعني نتلمس وجود الأسواق اللي هي البازارات عشان لا، الآن نحن نريد أن نكون جزء من الاقتصاد الوطني، نريد أن نكون مساهمين وموردين للسوق ولكل الناس. ملتقى العنوان حق الأسر المنتجة، وإحنا جميع تخصصاتنا تخصصات تطبيقية لها علاقة مباشرة بالأسر المنتجة، في شراكات مع الغرفة التجارية إن شاء الله على كل الأصعدة. المشاركات اليوم أول مرة نشارك كلية في المعرض، فعندنا اليوم 4 أقسام مشاركة: قسم الغذاء والتغذية، قسم التصميم الداخلي والأثاث، قسم الملابس والنسيج، وقسم إدارة السكن والمؤسسات. عرض المعرض أهم وأجمل ما صنعته الأنامل السعودية العاملة من المنزل من أزياء ومستلزمات المناسبات والإكسسوارات والعطور وغيرها من المنتجات المتميزة، والتي عبرت عن مدى الإبداع والابتكار الذي تتحلى بها هذه الأسر. كلمة ديكوباج قص ولصق، انك تاخذي قصاصات ورق وقصاصات المناديل وتبداي انت بدمجك، انك تاخذيها على الاسطح بصفه عامه، عندك القزاز، الخشب، مثلا عندك الاواني، القوارير، ممكن بصور الشخصيه زي ما احنا شايفين هنا، ايوه بصور الشخصيه، ممكن انك انت تستخدميها على اساس في الادوات اللي هي عمليه على اساس هنا ضيافه. مشروعي اسمه انتكا، عباره عن الانتيكات القديمه، حبيت اخذ الاشياء القديمه اللي كانوا بيستخدموها اهالينا زمان، دمجتها مع الامثال الحجازيه وبلمسه يعني حجازيه، طبعا كل اللي موجود في المحل. المشروع صراحة يعني ما شاء الله كل ماله بيتطور، طبعا هذه السنة الأولى لي في ده المشروع، وما شاء الله كل ماله بيتطور بسبب إنه إحنا ما شاء الله بنشارك في من مهرجان لبازار لمعرض، ففي تطور في الموضوع. حسب الإحصائيات الأخيرة بلغ عدد الأسر المنتجة في المملكة ما يقارب 5000 أسرة، توفر أكثر من مليار ريال من حجم إيرادات الصناعات اليدوية للمملكة سنوياً. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي، جدة. طيب احنا بعد ما شفنا التقرير، اكيد معرض الأسر المنتجة يعتبر فرصة عظيمة لكثير من السيدات لبداية طريق نجاح، أو ليكون بداية طريق نجاح لهم. عموماً ضيفتنا الكريمة مشاهدي الكرام في هذه الفقرة هي أحد المشاركات في معرض الأسر المنتجة الخامس، واكتشفت نفسها أنه هي شغوفة وموهوبة بالرسم على الأحجار، فقررت أنها تستثمر هذه الموهبة. ضيفتي الكريمة في الاستوديو هنا، إحنا معنا الأستاذة مشاعل الجفري. أهلاً وسهلاً فيك أستاذة. أهلا مشاعل. أهلاً فيك. سعدين بتواجدك، يعطيك ألف عافية. وظهر عندنا في الاستوديو مجموعة من أعمالك، لكن خليني بداية بأول سؤال دائما بسأل فيه كل ضيفة بتبدأ مشروع وبيكون هذا المشروع أول خطوة ليها للنجاح، كيف بدأت معاك الفكرة؟ الفكرة بدأت معي أني استوحيتها من بحثي في النت وتواصلي في النت، فتعرفت على الفكرة من الفنانة المبدعة الإيطالية رينيستيا. هي ترسم على الأحجار الأنهار والبحار فقط،
هي الاحجار هذه اللي نرسم عليها ما تترسم عليها الا حقت البحار والانهار. طبعا احنا ما في عندنا انهار, نستخدم حجار البحار البحار البحار, وتكون لازم ملسة ما يكون عليها اي بثور اي مسطحات اي شيء, لازم تكون ما فيها اي رواسب, اي رواسب لازم تكون مره ملسة عشان نستطيع الرسم عليها. وهي فكره جديده ما حد يعني قد استخدمها, استخدمتها انا من حبي لهذا الفن يعني, او هوايه في الرسم والابداع بالذات, انه يعني انه الرسم على الحجار جدا جدا جميل, يعني تحس انه شيء كانك ترسمي على حرير, على اشياء على حرير, رسم على الحجر كانه رسم على حرير. ايوه لانه ملسة ما فيها اي بثور اي شيء, فهذه هي الفكره اللي انا استوحيت. انا حسالك وحشوف الاحجار اللي عندنا, انت قلتي ما بترسمي, طبعا هي بتساعدها انه عندها انهار وبحار. أيوة. احنا عندنا قلت هي غلط المعلومه, مش بحر واحد, احنا بنقع على بحرين في حدودنا. أيوة. اكثر من بحر. فانت رسمتي حاجه كده زي الرسوم المتحركه. ايوه باندا. ده ايه؟ دب باندا. اوكي. ف انت ايش نوعيه الحجر اللي بتستخدميه؟ قلت لك حجر يكون املس. نوعيته اسمه ايه؟ اسمه حجار البحر. حجار البحر بس الحجار الموجوده المرصوصه على البحار. على البحر. ماشي. في الاطراف. ماشي. هي هذه اللي بنستخدمها. ترسمي ورود كمان. ما لها اسم يعني. ترسمي ورود. أيوة. طب ايش ورود. انا ممكن استفيد من هذه الاحجار كانسانه مستهلكه يعني, ممكن استخدمها كزينه في زي عندك في اللي على شكل نمر في الحدايق. في كمان على شكل النمر. الله يخليك. لا لانه ممكن رسم الحيوانات يكون مره حلو عليها يعني. ده ايه طيب؟ هذه نحله. نحله. ايوه اوكي. شوفوا النحلة اهي. ايوه ممكن نستخدمها على الكتب كانه يعني الاوراق ما تطير. جميلة. ولا تصدقي فكرة حلوة يعني. انت عارفة ممكن تستخدم او ممكن تستخدم للباب انه يعني عشان لما تيجي تفك الباب مثلا ما ينساك ما ارتد. فشكل منظر يكون للباب. حلو وجميل وغريب. تمام وفي الحدائق. انت عارفة ممكن تستخدم ايش كمان؟ ممكن تكون سوفينيرز. ممكن يعني ممكن بعد كده لو مثلا في الاماكن السياحيه. ايوه أو ممكن في الاماكن اللي هي في المطارات اشياء زي كده ممكن نستخدم. أيوة. الاشياء هذه. في شوف اللوح اللي جنبك ده بيطيح اللي جواه وحيعمل لنا قلق ولا ايه؟ لا حجار متركبه. حجار مترتبه وملصقاها. خلينا نشوفها على الكاميرا. كبيوت صغيره واقع يعني على شكل بحر وكذا. تمام. ايش الشروط اللي لازم تتوفر في الاحجار عشان يعني تطلع معنا هذه النتيجه غير الملساء؟ أيوة. وبحر وكلام انا ده. ازيد عليها برضو استخدم دريل خاص بيها عشان اصنفرها زياده واخليها ملساء جدا. لازم ده عبارة عن ايه؟ بيوت. صح. وده ايه؟ بحر. يعني حلوه الفكره. اوكي كملي. فهي هذه هي الفكره انه بس انها هي تكون ملسة عشان انا استطيع اني ارسم عليها. هي عشان تتلصق لازم تكون جدا ناعمه؟ لا مو شرط. مو شرط تكون ناعمه. تتلصق عادي, تتلصق بسهوله جدا يعني. سهل. بس ماده الغرة يعني لازم تكون ماده يعني زي غرة الخشب. انا استخدم غرة الخشب عشان كويسه وبعدين تكون قويه وما تتفك. ما تتفك. ايوه بعدين احط عليها ماده ورنيش او ماده باور بوينت. هذه انت اوريدي شغاله في بيعها؟ انا لا دوبي مبتدئه. دوبك مبتدئه. طب مين شجعك على الفكره دي؟ اهلي وقرايبي يعني. اهلي كانوا داعميني بالدرجه الاولى يعني انه لازم انت تستمري في هذا الشيء, هذا شيء مبدع حلو. فانا استمريت. صح اني عانيت في البدايه. هنتكلم على معاناتك لانه مهم الناس تعرف, اللي مبتدئين. أيوه. مشاريع يعرفوا انه في معاناه, الطريق مش مفروش. ايوه طبعا. لكن اسمحي لي, اسمحوا لمشاهدي الكرام ان احنا حننتقل لفاصل قصير ثم نعود لتكمله هذا الحوار الشيق, وخليكم معنا. أول مرة ببرنامج طبخ. مرتي بس تشوفني رح تتفاجئ. في تكنيك يا جماعة. يعني بنعمل لها هيك. يا نهار أبيض. شو بدكم عاد؟ يلا ميرسي ماما.
انتظروني منال العالم في مطبخ سيدتي. باي. جربوها. يلا انهي انهي منال. اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد وعوده لضيفتي الكريمه في الاستوديو. احنا مع استاذه مشاعل الجفري. اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه مشاعل. مشاعل لفت نظري واحنا بنتكلم قبل الهواء انه انت يعني بذل مجهود في اوكي يمكن هي الحجره نفسها لما بتشوفيها يمكن بيقولوا ناس شويه لون. ايوه انا لا خلاص. كمان مو قالوا لي لون يعني حسبوها طبع يعني انه ورقه واطبع عليها واحطها. طب كيف انت بتصنع الموضوع سهل يعني كما يبدو ولا لا؟ مو سهل لانه هي حتكون حجره اول شيء ساده ما فيها ولا حاجه بعدين ححط لها ماده اسمها ماده جبسو. هذه ماده الجبسو بويا عباره عن بويا بيضه لازم الحجر يمتص لون اول شيء فلازم احط هذه اللون. ليه لازم يمتص لون؟ لانه سبحان الله شفتي لما تحطي مويه على الحجر كيف يمتص فلازم تحطي ماده تمتص وتملي فراغات التنفس اللي في الحجر كلها عشان ما تسحب لي اللون الاساسي تمام. يعني وتغير لي لونه أوكي. فلازم احط الماده هذه الجبس وبعدين احط الكرر اللي انا ابغاه الالوان اللي انا ابغاها وابدا اشكل الالوان اللي انا ابغاها طبعا لازم تمر بمراحل تنشيف يعني هذه ماده الجبس تقعد تنشف من الوجه وبعدين اقلبها لما تنشف اقلبها لين ينشف الحجر من كل الجهات برضو اللون لما نحط اللون لازم ينشف اللون الاول وبعدين تماما وبعدين ابدا ارسم واشكله ولازم كل يعني مرحله لازم ينشف اللون عشان يعطيني التاثيرات حقت الالوان لانه لو حطيت الدمج في الالوان كلها وهي لسه ما نشف ممكن تتقشر الالوان تخرج فلازم استنى انها تنشف تماما من المويه اللي الماده فيها. بتمسكي قطعه وبتمسك الريشه وبترسميها بتجلسي طبعا بتاخذي كل وقت يعني شوفي ساعات في اشياء تاخذ مني اسابيع في اشياء زي كذا هذه زي كذا يوم الرسمه دي اللي جوا كلها يوم؟ يوم يوم اذا انا متفرغه يعني لها بس متفرغه عشان ترسمي واحده زي دي أيوه عشان تشتغلي على واحده زي دي أيوه طبعا انت بتعملي اكثر من اكزامبل يعني أيوه بتعملي من دي 3 4 وتخلصيها في يوم ولا بس لوحده لا انا يعني انا موهبتي هذه بس انه مثلا اسوي هذا الشكل بس ما اكرره لا يعني مثلا واحده بس بتخلصيها في يوم ايوه بس واو والله بياخذ وقت انا لما شفت الدب هذا مثلا ربع ساعة خلصت الموضوع الدب هذا أيوه او النمر او الحيوانات عامه فيها شعر الشعر هذا الخفيف الابيض ياخذ وقت انك انت حتى تشكليه ولازم ينشف عشان تحطي الشعر الثاني اللون الثاني أيوة. فتاخذ مراحل حتى تطلع بشكل زي كذا تمام طب بعد ما ترسمي انا شايفه ملاحظه كده انه في ماده زيتيه من فوق ايوه انت بتحطي لها حاجه بعد ما تخلصي ايوه ورنيش احط الورنيش ما هو طبقه واحده مره تكون عده مرات يعني ممكن 3-4 مرات عشان ما تخرج الالوان هي حتى لو انا ما حطيت الطبقه هذه ما تخرج الالوان لكن عشان الغبره والاشياء هذه ما تمسك فيها لانه لما تيجي الاشياء عليها الغبره تمسك مع الالوان فيصير شكلها مو حلو فضمان انه عشان تتمسح ويكون شكلها سهل نحط ماده الورنيش او في ماده ثانيه الباور اون ماده الباور اون زي القزاز تصير بالضبط لكن تاخذ وقت اطول وهي ماده ما مو بس كده على طول زي الورنيش لازم دمج مادتين هي تجي علبتين تدمجي هذه المادتين مع بعض حتى ولازم نفس المعيار مثلا حطيت هنا سنتي لازم احط سنتي لو ارتفع سنتي واحد طب ايش الفرق بينه وبين الورنيش مدام دي هي تعطيك منظر اكثر حماس زي السمكه السمكه هي فيها ماده السمكه الاورنج أوكي. فيها مادة الباور اون فتعطيك لمعة أكثر وفيها لمعة القزاز الورنيش بس لمعة خفيفة ده اللي قدامي ده هذا ورنيش إيه؟ ورنيش أغلبها ورنيش ودي السمكة الحمراء هي الأورنج إيوه السمكة الأورنج إيش اسمها السمكة دي؟ قالوا نيمو؟ أيوه النيمو أوكي عظيم فهي اللي بمادة البورد طب أنا ملاحظة كمان أنك أنت بترسمي على الأحجار يعني أنا جاب بالي مثلا أنا في مكتبي مثلا أحط ده على الورق أحيانا أيوه. ممكن أستفيد منه أيوه. أوكي مش الفائدة العظيمة بس في أشياء تانية ممكن أستفيد منها بشكل عظيم دحين أنا وإنت تكلمنا على جزئية السوفينيرز أنت ما تحسي كمان أنه جزئية المناسبات حفلات توزيعات
توزيعات اشياء زي كذا ممكن تستفيدي منها؟ ممكن استفيد منها، ممكن استفيد منها كاسويها براويز، اكتب مثلا عليها اسم البيبي او اسم العروسه والعريس، الحفله، اي هذه اللي بتتوزع مع الملبس صح؟ اي مع الملبس. ايوه ايوه ممكن تستغني عن الملبس. ايوه كريستاله قزازه مش عارف مثلا زي الكريستالات ايوه اللي مكتوب عليها الايات القرانيه. في كثير بيستخدموها يعني في حفلات الزفاف، ممكن هذه تكون كفكره جديده وتكون كزيها تستخدم كقاعدة. حفلات الزفاف يعني كم وحده لازم تعملي؟ ايوه عارفه كميه يعني 100 200 300 400. طب لازم يتصلوا عليك قد ايه قبلها بوقت عشان تخلصي لهم اياه؟ يعني شهر شهرين ممكن. واو شهر شهرين. لانه رسم حرسم واحده واحده. شوفي انا جالسه بخترع لك حتى يعني ممكن قلت ممكن بطاقات دعوه على شكل احجار. ممكن ممكن لا بس يعني بطاقات دعوه وهذه ممكن يبغى لها الات كمان عشان الكتابه. وفي كمان انا استخدمتها كسلاسل اسويها سلاسل احط عليها استرس واحط اكتب عليها كتابات اسم حروف اساور كمان ممكن تصير كشموع شمعدان ممكن كاطارات في هنا اطار للصور أوكي. اللي عند الصندوق اللي عند الصندوق اوكي اللي هو طالع بحديده أيوه. كده من ايش أيوه. فكره الصندوق والحديده اللي طالع في صوره يعني لا هو مو مع الصندوق الصندوق هذا الحاله الصندوق حق العلبه يعني حق الاكسسوارات بس اوكي لكن هو اللي هي نفس القاعده تسند القاعده حق الصوره هي الاحجار ممكن لو مثلا احد يبغى طبع على صوره وجهه مثلا ممكن بتعمل الشيء انا اسوي الديكوباج يعني ممكن اسوي الديكوباج عليها يعني طبعه الصوره اطبعها واسويها عليها جميل جدا وتبان كاني يعني كانها مرسومه مو كانها مطبوعه طيب انت بتعملي ايه عشان تسوقي لنفسك انت الان كنت مشاركه في معرض الاسر المنتجه خلينا نشوف اول شيء ابغى اعرف منك كيف كانت مشاركتك وطبعا هذا نوع من انواع التسويق لك ايش الطرق الاخرى اللي بتسوق لنفسك فيها هي الفكره الاساسيه حقت الاحجار لكن الفكره المسانده الاولى للاحجار هي التوزيعات وهدايا الاطفال والمناسبات انت كنت قد ايه في هذا المجال انا لسه حتى هذا المجال مبتدئه فيه يعني ما لي غير سنه يمكن تقريبا حلو. اوكي فاسوي الثيمات اكتبها على علب المويه على الهدايا على المناسبات ازينها ليش استخدمت مثلا هذا الـ 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 الاطار اللي هو حفلات المناسبات عشان انا احب التزيين واحب الرسم فلازم ابدع في شيء يكون مناسب لكل مجالات اللي انا استخدمها جميل تمام أيوة. جدا يعني الشغله دي عشان تسويها فعلا لازم تكوني تحبيها لانه يبغى لها يمكن بال طويل اذا بتقولي لها على القطعه الواحده بتجلسي يوم كامل طب مواقع التواصل الاجتماعي ايش دورها معاكي في الانستغرام والتويتر والفيسبوك في تخاطب ويعني في اشياء ناس كثيره يعني تعجبهم والفكره اصلا يعني عاجبه الناس كثيره خاصه طيب. في السعوديه لانه ما في احد يرسم عليها ابغى اسالك اخر سؤال بشكل مختصر جدا انت قلتي وانا عذرا المفروض ارجع من البدايه في هذا السؤال لانه وعدت انه حنرجع للسؤال ده اللي هو مصاعب بشكل مختصر جدا ايش كانت مصاعبك اللي مريتي فيها مصاعبي يعني هو البحث عن الحجر يعني هذا نفسه ولازم يعني ما في شيء يجي بالسهل يعني انا ربة منزل طبعا ومسؤوله عن اطفال وكذا لا لازم انتبه لهم لازم ارعاهم فهذه فيها صعوبه مع يعني الرسم صعوبتك كانت في الوقت بس في الوقت انا شاكره ليكي مشاعل وان شاء الله ربنا يوفقك واستمر على خطاك امين يا رب يعني شكرا تشرفنا بك اذا مشاهدي الكرام بهذه الفقره نكون وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم اكيد على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله بيوم جديد وحلقه جديده وفقرات جديده ومنوعه من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي والى اللقاء We'll be right back.